نشكر الدكتور فيصل المسلم على كلمته المؤثرة. وأنا لأني أمون على الدكتور جمعان الحربش فراح أطلب منه أن ما يتجاوز السبع دقائق. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي هذه الوجوه الطيبة وأحيي أهل القادسية كما أحيي كل الكويتيين في كل مكان، لكن لزاما علي أن أحيي القادسية لأنها أخرجت لنا عبد اللطيف العميري وحمد المطر فرسان في مجلس الأمة، أصحاب مبادئ انضموا إلى الأحرار في مجلس الأمة، ما نزلوا في انتخابات غير شرعية وغير دستورية، ما زالوا يواصلون معنا الكفاح. لولا وقفة أهل القادسية وأهل الدائرة الثانية وأهل الكويت اليوم ما كان عندنا هالعدد ولا عندنا هالإجماع، فبيض الله وجيههم على هذه الوقفة. الأمر الثاني، اليوم علمت أن القضاء برأ العسكري اللي ضرب محمد سندان الصحفي وكسر رقبته. تم تبرئته بالتمييز، يعني خلاص تم تبرئة أظن عبد الله سفاح اللي ضرب محمد سندان صحفي قدام بيت، وهو يبي يدخل البيت انطق من وراء وانكسرت رقبته. القضاء اليوم برأه. فأنا أقول لأخواننا أعضاء المحكمة الدستورية، شلون عالجوا على الوزراء؟ إن كان محمد سندان قد ذهبت جريمة كسر رقبته هدر، فلا تكسرون رقبة الدستور في 16/6، ولا تكسرون إرادة الكويتيين في 16/6. قضايا لنا كثيرة الظلم فيها واضح وبين، تم حفظها. دخول المنزل تم حفظه، ضرب وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ أمام الديوان تم حفظه، ضرب النواب حفظت، محمد سندان كسر رقبته براءة. بقى ما تبقى من هذه الوثيقة اللي السلطة أساسا ما تؤمن فيها. ليش نجامل؟ ليش نقول السلطة مؤمنة والسلطة زينة والسلطة لا هذا خطأ؟ السلطة ما تؤمن للأسف، هي تتحين الفرص للانقضاض على هذه الوثيقة، وقد فعلت في فترات عديدة أن انقضت على هذه الوثيقة. النموذج اللي يبونه نموذج دولة الرعاية، دولة الشرهات. العلاقة اللي يبونها هي اللي يطوف عند الواحد ويكلم الشيخ عند إذنه ويترجاه يروح علاج. في فترة من الفترات وقبل كل الشعوب الكويتيين رفضوا، اليوم في 2013 ترى صراعنا اليوم للأسف ب 16/6 ما هو إقامة دولة مؤسسات ولا حكومة برلمانية ولا نظام أحزاب، صراعنا نبي نرجع 5/4. أرأيتم أي هانة يحيا هذا الشعب؟ الآن السجون المحاكم، شوفوا جدول القضايا شيء مزري. شباب مثل الورود ناجحين في أعمالهم، أسراب على هالمحاكم وحكم بسجن، والقبيض والراشي والمرتشي الآن يصدر، الآن هو في رأس المجالس يتولى القرارات. إذن البلد في حال خطر، ورسالتي هي رسالة كل الكويتيين الآن للإخوان في المحكمة الدستورية، أنتم أمام موقف مفصلي وتاريخي. في حال تم تحصيل مرسوم الصوت الواحد لن يكون الشعب هو الطرف الخاسر، الشعب ينتصر، حتما سينتصر. لا يغركم أحد يقول الكويتين أذعنوا، إذا تبي الكويتين يذعنون لازم تزيل هالجيل، هذا تشيله من الوجود. شلون تشيله؟ تقدر تشيل جيل من الوجود؟ عشرات الآلاف اللي طلعوا في المسيرات، مسيرة واحد مسيرة اثنين، تتوقعون تغيروا؟ لا يمكن أن يتغيرون.
الواقع يختلف عن السابق. هذا جيل اليوم لا يرضى ولا يقبل أن يعيش الحياة السابقة. لذلك لو حصنتوا المرسوم ترى الكلفة أعلى عليكم، الكلفة أعلى على النظام، على السلطة. يا خوفي يجي يوم اتمنى فيه السلطة أن المحكمة الدستورية كانت أسقطت المرسوم، ولا نوصل المرحلة لا قدر الله خطيرة. وأخطر ما أخشاه أن نذهب باتجاه الحلول الوسط، والسياسة للأسف اللي ما تحسم الأمور. القضاء أحكامه يجب أن تكون فصل في النزاعات، فصل في المواضيع، تحسم القضايا وتنهيها، ولا يجب أن تكون تمشي على سياسة لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم. لا يزعل شيخ ولا نقهر مواطن وتستمر المعاناة. الكويت ما عادت تتحمل هذا. لذلك أعلم حجم الضغوط اللي تمارس، وأعلم أن البعض اليوم يخشى، يخشى، شوف الكويت كلها بكل معاناتها ما تعني له شيء، يخشى أن يصير نائب سابق أو لا، أن لا يصبح نائب سابق ولا يصبح رئيس مجلس أمة سابق، بس هو خايف أنه ما يصير الشكل. الكويت يصير فيها ما يعنيهم، بس يخاف أنه ما يصير نائب سابق. تخيلوا أي مستوى إحنا وصلنا له. لذلك ننتظر في 16/6 قرار وحكم فصل يجعل الشعب الكويتي يحكم علينا. الآن باقي دقيقة. طيب الآن أنتم تقولون الناس مو وياهم، الشعب مو وياهم، صح ولا لا؟ طيب خلوا تصير انتخابات وفق القانون اللي اختار الكويتيين، وخلوا الناس تحكم بيننا وبينكم. ليش أنتم خايفين من إرادة الكويتيين؟ خايفين من خيار الكويتيين في الصناديق؟ هذا يعبر عن حالة العجز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وشعبها، وبإذن الله الكويت إلى نصر وإلى استقرار وفق إرادة أمة وحريتها وكرامتها. والسلام عليكم ورحمة الله.